أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلية ليكونوا لهم عزا كلا كلا سيكفرون بعبادتهم
وتعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال جدا أن تدعوا للرحمن على توبة يا
لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لقد أحصاهم لقد أحصاهم لقد أحصاهم لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا إن الذين
سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانه فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وتنذر به قوما لدى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانه فإنما يسرناه بلسانه صدق الله العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه إنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدى وتنذر به قوما لدى
كما أهلكنا قبلهم من قرون وكما أهلكنا بسم الله الرحمن الرحيم طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وكم أهلكنا قبلهم من قرون هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله
لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض لما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك فاخلع إنك بالواد المقدس طوى صدق الله العظيم.
فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى 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 وأنا اخترتك فاستمع لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى
أخلى نعليك فأخلى نعليك فأخلى نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصاي أتوكأ عليك وأهش بها على قلبي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي قال هي عصاي مآرب أخرى قال ألقها
قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء
آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى صدق الله العظيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أسري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي ويسر لي
من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بك أزري واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى ولقد مننا عليك مرة أخرى أن اقذفيه في التابوت إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت أن اقذفيه في التابوت أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل
يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى صدق الله العظيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فإن بانها بخير طاب مسكنه وإن بانها بشر خاب بانيها. عشنا سويا مع القرآن الكريم تلاه على مسامع حضراتكم قارئ قد عرف بجمال صوته ودقة آدائه وروعة أسلوبه قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عطر الهداوي القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة مركز ومدينة دمنهور بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة في كل مكان التي ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد البيالي المقيمين بالبستان وباسم عائلات ميمون نشكر الذين سعوا إلى العزاء وتحملوا مشقة السفر والشكر للجميع وإنا لله وإنا إليه راجعون.